ورحمة الله. الاسم والصفة. الاسم رئيس، الاسم الزراني مصطفى، الصفة رئيس جمعية جمعية الحسنية لتوفر الحي الحسني. فكرة باش جات باش نخلقوا هذه الجمعية هي فكرة جات على أساس الدفاع عن حقوق تجار المزاولين للمهن المتعددة في سوق الحي الحسني، ونظرا للمشاكل المتعددة من توفر المرافق العامة والمراحيض والجامع وإلى آخره والماء الصالح للفلوس، كنوجدوا فيهم بعض المشاكل، لهذا فكرنا باش نخلقوا هذه الجمعية. وحنا تنمارسو هاد المهنة ديال التجارة فهداك السوق بالضبط لي 18 سنة تقريبا. نعم. هاد السوق ما مو هيكلش هيكلة حقيقية، مو هيكلة هيكلة عادية. لهذا تنطلبو من جميع التجار باش يساندونا، وجميع المسؤولين باش يساندونا بتحقيق الأهداف ديالنا. اللي بنا تعودنا على هاد التجار ديال السوق مثلا، والسوق فيه مثلا شحال التجار يكون عندكم مثلا؟ التجار جميع الفئات، بائعي الاسماك، بائعي الخضار والفواكه، نعم، بائعي الدجاج والى اخره ومرافق اخرى. الفكره اللي جات لهاد الجمعيه، علاش بالضبط دارت هاد الجمعيه التجار في كلا؟ هاد الفكره كانت عندنا واحد المده هادي، ولكن سبحان الله تلاقينا مع الاخ الحي هو اللي كان السبب باش نخلقوا هذه الجمعية من جديد. شكرا. هو اللي ساندنا، هو اللي وقف معنا. شكرا.